تحية طيبة إليك ولكافة المشاهدين الأفاضل. أهلا بك، وبعد قليل يلتحق معنا السيد حمزة قريدش، محامي وعضو منتدى الحقوقيين الجزائري من ولاية مستغان. لو أبدأ معك سيد ميزاب، ما هي قراءتك لهذه العمليات التي تقوم بها المصالح المشتركة بإشراف الجيش الوطني الشعبي ومختلف المصالح وإلقاء القبض على شبكات إجرامية دولية عابرة للحدود، يعني تسعى لإغراق الجزائر؟ ما هي قراءتك الأمنية لهذه الحوادث؟ أولا خلينا نقرأ من زاوية على أننا اليوم أمام استراتيجية أمنية متكاملة في إطار محاربة تنامي وتزايد مخاطر وتهديدات الاتجار بالمخدرات بكل أنواعها وأصنافها، وأن هذه الاستراتيجية تعتمد بشكل أساسي على التنسيق المشترك بين مختلف المصالح الأمنية. هذا مما أدى إلى كفاءة ونجاعة في العمليات النوعية. من ناحية ثانية كذلك أن هذه الاستراتيجية تعتمد على الرصد والمتابعة وكذلك التحريات المعمقة من أجل الوصول إلى تفكيك هذه الشبكات وكذلك حجز هذه السموم التي تهدد المجتمع والاقتصاد الوطني. ومن ناحية ثانية نحن نتحدث اليوم على أننا أمام حرب مخدرات تشن ضد الجزائر باعتماد أولا محاور مختلفة في إطار إدخال هذه السموم إلى التراب الوطني، في إطار كذلك اعتماد نهج الشبكات التي تعتمد على الأسلوب العنقودي في تكوينها وفي كذلك تشبيك علاقاتها، ولكن بالمرصاد هنالك عمليات أمنية تسهم في التفكيك وفي إحباط كل هذه المحاولات. نتحدث على أننا أمام تصاعد في مؤشرات ما يتم حجزه من هذه السموم بمختلف أنواعها إذا ما قارناها بالسنوات الماضية، وبالتالي نحن من جهة أمام يقظة وأمام كذلك عمليات أمنية متكاملة منسقة تؤكد وجود استراتيجية أمنية في إطار تفكيك وفي إطار محاربة هذه الظاهرة. من الناحية الثانية كذلك نتحدث على تنامي نشاط الجريمة المنظمة العابرة للحدود في إطار المتاجرة والترويج لهذه السموم باعتماد مجموعة من الأساليب وكذلك الأدوات من أجل الاختراق أو من أجل كذلك الانتشار. وبالتالي نحن أمام مجموعة من العناصر التي إذا ما ركبناها تشكل لنا صورة متكاملة. صورة أولا تنامي هذا التهديد الذي يشكل تهديد أمني فعلي وكذلك حقيقي من خلال لغة الأرقام، لأن لغة الأرقام تعطينا بأن الفئة المستهدفة فئة واسعة وفئة كذلك كبيرة. ومن الناحية الثانية كذلك أننا نتحدث أمام تغير نمطي في صورة الترويج لهذه السموم باعتبار أننا نتحدث على أن كذلك الفئات العمرية أصبحت ليست الفئات التقليدية بقدر ما أننا نتحدث كذلك على اتساع دائرة الفئات المستهدفة سواء كان طلاب مدارس أو شباب أو حتى كذلك كهول، عنصر كذلك الإناث أصبح كذلك ضمن هذا الاستهداف. من ناحية أخرى كذلك الشبكات ودورها وأنواعها، ورأينا في كثير من الشبكات رأينا بأن هنالك من جنسيات أخرى، العنصر النسائي حاضر كذلك في هذه الشبكات التي يتم تفكيكها. ومن ناحية ثانية أن هنالك جاهزية عملية على مستوى المؤسسات الأمنية تبنيها استراتيجية مشتركة في إطار التنسيق وفي إطار كذلك تبادل المعلومات والتنسيق الأدوار من أجل إحباط هذه العمليات التي تستهدف أمن وسلامة واستقرار المجتمع ومنه كذلك البلاد وتعدد كذلك المحاور التي تعتمد. نعم، طيب ابقى معنا سيد ميزاب، مستمرون في هذا النقاش معك ومع السيد حمزة قريدش الذي سوف يلتحق معنا بعد قليل عبر الهاتف، ولكن بعد هذا الفاصل. أعود إليك سيد ميزاب، كما قلنا أن هذه الشبكات الإجرامية العابرة للحدود أصبح نشاطها منظما انطلاقا من الحدود الجزائرية مع المغرب من أجل إغراق الجزائر ومختلف ولايات الجزائر، يعني
بالعودة إلى مختلف الأخبار، إذا تم يعني حجز كمية 100 كيلوغرام بعنابة و200 كيلوغرام بالبليدة، وفي حصيلة الجيش الوطني الشعبي قرابة 3 قناطير و69 كيلوغرام من الكيف المعالج. هذه حصيلة أسبوع، يعني تقريبا 10 قناطير من الكيف المعالج، هي كمية ضخمة من أجل إغراق الجزائر بهذه السموم التي أصبحت يعني تودي بحياة الكثير من الشباب الجزائري. ما هو تعليقك؟ بكل تأكيد، يعني خلينا نأكد على مسألة أساسية، نحن نواجه حرب المخدرات التي تستهدف الجزائر، وبدليل أنه لما تتحدث على المحاور التي يتم من خلالها حجز هذه السموم ستجد بأنك تتحدث على محاور مختلفة، بمعنى أنه لا يوجد هنالك محور ثابت يتم من خلاله تمرير أو كذلك حجز هذه السموم، وإنما نحن نتحدث على تعدد محاور، بمعنى محور غربي، محور أقصى الجنوب، محور شرقي، نتكلم كذلك على الوسط، بمعنى أن هذه الشبكات تعتمد على منهجية معينة في إطار عملية استهداف، بمعنى أن عملية إغراق الجزائر بالمخدرات عملية أصبحت موجهة وعملية كذلك مهندسة بشكل متكامل، وبالتالي لذلك أعطيناها وصف حرب المخدرات التي تشن على الجزائر في إطار استهداف البناء الاجتماعي، في إطار استهداف المنظومة الاقتصادية، في إطار استهداف كذلك معاهدة الأمن والاستقرار. وبدليل ربما بلغة الأرقام، حينما نقارن الحصيلة العملياتية خلال السنوات الأخيرة، فقط بين سنة 2022 و2023 ما تم حجزه شكل بزيادة بتقريبا أكثر من 22% مقارنة بما سجل في سنة 2022. نعم. بمعنى أنه مثلا في الحبوب المهلوسة في 2022 تم حجز 10.3 مليون قرص مهلوس، في سنة 2023 تجاوزنا حدود 12 مليون قرص مهلوس. نعم. نتحدث على كذلك الكيف المعالج في نعم. سنة 2022 تم حجز قرابة 60 طن، نتكلم في 2023 على تقريب 89، بالتالي نحن نتكلم على مؤشر متصاعد لحجم ما يتم حجزه، وبالتالي لحجم كذلك هذا التهديد. لما نتكلم كذلك على مستوى الشبكات التي يتم تفكيكها والأفراد الذي كذلك يتم توقيفهم، نجد بأن الأرقام كذلك متصاعدة، وعلى هذا الأساس أنا في اعتقادي بأنه نحن أمام تحدي صلب متعلق بهذه الحرب الممنهجة التي تستهدف الجزائر، والتي كذلك تقابلها تبني استراتيجية أمنية تأخذ بعين الاعتبار مختلف التفاصيل وأدقها في إطار التعاطي مع هذا التهديد أو مع هذا كذلك التحدي الذي يستهدف أمن وسلامة الجزائر، خاصة وأننا نعلم جيدا بأن هذه المسألة، مسألة الاتجار بالمخدرات، مرتبطة بشكل أساسي بمسألة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. ولما نتكلم على مسألة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ونأخذ بعين الاعتبار المحاور التي يتم استغلالها في إطار إدخال هذه السموم، نربطها كذلك بتقاطع أو بالارتباط العضوي بنشاط الجماعات الإرهابية، نعم. باعتبار أنها تشكل مصدر من مصادر التمويل، وبالتالي هذه الصورة المتكاملة تعطينا رؤية التي على أساسها تعتمد المؤسسات الأمنية على بناء خططها الأمنية وعلى بناء استراتيجيتها الأمنية التي تعتمد بشكل أساسي على العمل الاستباقي، على عمل كذلك الرصد والمتابعة والضرب في العمق من خلال تفكيك هذه الشبكات، خاصة وأن هذه الشبكات بعد تلقي ضربات موجعة في السنوات الأخيرة بدأت تعتمد على أسلوب آخر في تشكيل هذه الشبكات وفي الاعتماد كذلك في إدخال هذه السموم، سواء كان في تغيير المحاور أو كذلك في تغيير التركيبة وترابطها فيما بينها. طيب. ونعم. طيب، شكرا لك سيد أحمد ميزاب المحلل الأمني، لقد كفيت ووفيت، شكرا لك
على كل ما قدمته خلال هذا المعد الإخباري. إليك السيد حمزة قريدش، محامي وعضو منتدى الحقوقيين الجزائري من ولاية مستغان. نريد أن نسمع يعني تحليلك القانوني في هذه يعني هذه العمليات المتفرقة التي قام بها الجيش الوطني الشعبي والمصالح الأمنية من جراء تفكيك يعني شبكات إجرامية عابرة للحدود تقوم بمحاولة إغلاق الجزائر بالسموم من مخدرات وكوكايين واستخدام حتى أسلحة من أجل تأمين نشاطها كما قال سيد أحمد ميزاب. ما هو تعليقك وما هي فتواك القانونية في هذا الجانب؟ أولا تحية لك أخ مالك واحتراماتي لضيفك الكريم. نعم. أولا نحن كحقوقيين نتمم ما تقوم به من المصالح الأمنية عبر مختلف الأسلاك يعني الأمنية. نعم. في تضييقها يعني وفي فرض قيد وقيود على هذه المنظمات والشبكات الإجرامية والتي تسعى يعني خاصة يعني في مؤخرا تسعى إلى إغراق الجزائر بكمية هائلة يعني من الممنوعات مخدرات صلبة، مؤثرات أقراص مهلوسة، كوكايين. يعني هذا الشيء اللي رانا زمان رانا نشوفوه من خلال يعني العمليات النوعية التي تقوم بها المصالح الأمنية. أولا يعني الجزائر انخرطت يعني في مجهودات المجتمع الدولي الرامية لمكافحة المخدرات يعني والتزمت منذ عقود يعني بالتصدي لهذه الآفة بعملية متعددة الأوجه والأشكال اللي ترمي إلى تجنيد كل الطاقات وفوائد المجتمع وتوفير أكبر قدر من الإمكانيات للحد من انتشارها يعني وحتى تجفيف المنابع في افقها. نعم. يعني والملاحظ من خلال الاستراتيجية التي تبنتها الدولة يعني استراتيجية وطنية واستراتيجية دولية تبنتها الدولة من أجل التصدي لهذه الجريمة يعني جريمة المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود. يعني إذا قلنا الاتجار بالمخدرات راح نقولوا الاتجار بالسلاح، نقولوا الاتجار بالبشر، نقولوا تمويل الإرهاب، نقولوا يعني الفساد، تبييض الأموال. يعني كلها جرائم يعني جرائم كبرى ينبغي التصدي لها يعني وفق الاستراتيجيات يعني هو الشيء اللي راه صاري يعني اللي تبنته الدولة الجزائرية في الوقت الحالي من خلال القوانين من خلال. طيب سيد أستاذ حمزة، في الجانب تاع الردع القانوني يعني هناك عقوبات تصل إلى المؤبد وعشر سنوات سجن بالنسبة للمنخرطين في هذه العمليات عمليات إدخال المخدرات. هل نتوقع أنه مستقبلا مع تنامي هذه الوتيرة وتيرة محاولة إدخال المخدرات إلى الجزائر كما حدث في وقت سابق مع قانون المضاربة بالنسبة للتجار الذين يقومون بعملية الاحتكار وعملية المضاربة هناك عقوبات تصل إلى المؤبد. اليوم المخدرات أنت والسيد ميزاب ربطتموها يعني بدعم الجماعات الإرهابية باستخدام الأسلحة، بيع الأسلحة، الاتجار بالبشر وغيره. هل نتوقع أن المشرع الجزائري سوف يفرض قوانين أخرى تصل إلى حد الإعدام بالنسبة لهؤلاء الذين ينخرطون في هذه العمليات؟ هذا اللي نتوقعه. يعني كتشوف أغلب المضبوطين، أغلب المتهمين، أغلب هذا اللي عم يشطوا في هذه الشبكات يعني راهم يعني جزائريين. نعم. يعني اللي عم يضبطوهم يعني هذا يعتبر خائن بالنسبة لنا نحن كحقوقيين ولا كمواطنين ولا كدولة جزائرية، يعتبر خائن لانه اللي راه يسير في هذا الشيء يعني باش يعني المنطق انه الكميات اللي تدخل كميات يعني هائله يقابلها يعني مبالغ هائله يعني 180 مليار نسمو غير 180 مليار 200 مليار. نعم. يعني الارقام هذه ما كناش نسموها من قبل. يعني هذا الشيء اللي هذا الشيء اللي راه موراه لوبيات تحاول تضرب يعني العمق الجزائري سواء ك الجزائر يتخذوها كمنطقة عبور أو كسوق. يعني هنا المشكل. هذه الشبكات يعني الأفراد مشتو يعني يستحقوا أن يعني يعدوا الخوانة، ما نعدوهمش كمتهمين، ما نعدوهمش يعني كمواطنين، لازم نعدوهم كخوانة. نعم. طيب الوطن سيد يستحق الإعدام. قريدش، في جانب محاربة هذه الشبكات الإجرامية يعني تكون يعني محدودة نوعا ما إذا لم يتعاون المواطن الجزائري مع المصالح الأمنية والجيش الوطني الشعبي من خلال التبليغ على هؤلاء الأشخاص المجهولين، لأنهم ينتشرون في الأحياء، ينتشرون في المدن، ينتشرون في القرى
الحدودية، هل يجب حماية المواطن الذي يقوم بالتبليغ عن نشاط هذه الجماعات الإجرامية، لأنه يعرف أنه في حال تبليغه سوف يتعرض لمخاطر كبيرة يعني عليه وعلى عائلته، كيف يمكن حماية المواطن الذي يريد التعاون مع السلطات الأمنية من أجل تفكيك هذه الشبكات؟ هي بخصوص المبلغ عن هذه الأمور، يعني عن الفساد أو عن المجرمين أو عن الناشطين يعني في مجال المخدرات، يعني القانون الجزائري يحميهم، الدولة الجزائرية تحميهم. نعم. يعني تحميك، بلغ، لأنه اليوم راهي في ولاية أخرى، غدوة غادي تجي عندك حتى لولايتك، بعد تدخل عندك حتى لدارك. يعني المواطن هنا لازم يكون يكتسب هذيك الثقافة تاع التبليغ، يفو يبلغ، والقانون راه يحميه. قانون يعني ما راح يبل يعني يصرحوا بالاسم تاعو، ما راح يعني راح يتعامل حتى يعني اللي راهم يشاركوا المشاركين يعني يشاركوا في العمليات الإجرامية، يعني والقانون راح يحميهم، راح يعطيهم، ممكن يبلغوا القانون راح يعطيهم هذه الامتيازات بما فيها تخفيف العقوبة، بما فيها يعني امتيازات يعطيها لهم القانون، يعني القانون الجزائري. نعم. في حالة ما بلغوا على المجرمين أو يعني قبل وقوع الجريمة أو بعد وقوعها، يعني أو التعاون مع المصالح الأمنية طبعا، أو التعاون مع المصالح الأمنية. نعم. نعم، شكرا لك أستاذ حمزة قريدش، محامي وعضو منتدى الحقوقيين الجزائري من ولاية مستغانم. شكر موصول أيضا للسيد أحمد ميزاب الخبير الأمني، كنتما معي على المباشر خلال هذا الموعد الإخباري.